هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى 49 لتأسيس قوة دفاع البحرين. هذا نصها: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم المخلصين منتسبي قوة دفاع البحرين أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات مقرونة بأصدق أمنيات الخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 على تأسيس قوة دفاع البحرين. إن رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة المجيدة ليعاهدون سموكم حفظكم الله بأن يظلوا دائما الجند الأوفياء الموفين بالعهد الساهرين على أمن واستقلال وسيادة هذا الوطن العزيز وفق النهج النير الحكيم والتوجيهات السديدة النيرة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، سائلا الله تعالى أن يعيد على سموكم الكريم هذه المناسبة العزيزة سنين عديدة وأعواما مديدة وأنتم يا صاحب السمو تنعمون بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بالخير والأمن والاستقرار، ودمتم يا صاحب السمو في رعاية الله سالمين موفقين. المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة. هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى معالي المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين. هذا نصها: معالي الأخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقيتكم المهنئة لنا بمناسبة الذكرى 49 على تأسيس قوة دفاع البحرين، ويطيب لنا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة أن أبادلكم وكافة منتسبي قوة الدفاع أخلص التهاني وأصدق التبريكات مشيدا بجهودكم في بما وصلت إليه قوة الدفاع من الجاهزية القتالية والتي مكنتها من تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لوطننا العزيز والمشاركة في الدفاع عن الحق واستقرار المنطقة مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء والعزة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين. أخوكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.